اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ كله تمام؟ مبروك. طبعا الف مبروك لينا كلنا، وطبعا ليله حلوه بنستمر في ليالي الانتصارات، واكيد طبعا الفرحه بتخلي المود مختلف بصراحه. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام، كله كويس الحمد لله. مبروك، الله يبارك في حضرتك، مبروك علينا جميعا ومبروك لمصر وعقبال البطوله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كريم هبدا بيك، يعني برضو نفس السؤال اللي سالته للكابتن اسامه والاستاذ جمال بلغه اخرى، كيف استطاع كارلوس كيروش ان يغير من اداء منتخبنا الوطني في مباراه كوت ديفوار وفي مباراه المغرب، منتخب كوت ديفوار ومنتخب المغرب؟ نعم، تحس ان منتخب تاني او لعيبه تانيه، مع ان هم اللي كانوا بيلعبوا في ثلاث مباريات الاولى. انا طبعا دي وجهه نظر الشخصيه، طبعا كيروش في اختلافات اكيد في قراراته، اعتقد بقى بيعمل الحاجات المنطقيه، بيبتعد عن الامور الغير عاديه او الامور الغير مش متوقعه، اللي احنا الاسلوب اللي شفناه في البطوله العربيه او حتى في دور المجموعات اعتقد ما شفناهوش بدايه من مباراه كوت ديفوار، مباراه النهارده المغرب. كمان اعتقد كابتن اسلام تصريحات محمد صلاح قبل ماتش كوت ديفوار كانت مبينه الحاله الاستنفاريه اللي اللعيبه فيها، اللي بعيده الامانه يعني بعيده عن الامور الفنيه والتكتيكيه عند المدير الفني وعند الجهاز الفني، اداء البطولي للعيبه نفسه انا في وجهه نظري يرجع للعيبه نفسها. يعني الاداء اللي احنا شايفينه محمد ابو جبل النهارده، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بيقول الدكتور انا اسف انا مش طالع وبيقنعه. لا ده ما بيقولوش انا اسف، بيقول انا مش هطلع، يعني وجبل يعني جبل يعني والدكتور اقتنع، دكتور محمد ابو العيلة طبعا واحد من الدكاتره الكويسين جدا جدا في مصر، اقتنع وسابه لغايه حتى اعتقد بدايه الاشواط الاخيره. لا خلاص، في كره كده جت هو بينط، ففي في في روح يعني قتاليه. الروح دي عند اللعيبه، دي تحسب للعيبه ان انت النهارده وصلت للحته دي. واعتقد كمان ربما نقدر انا في وجهه نظري يعني اشيد بالسوشيال ميديا والاعلام والمحللين بجد والله من حاله الضغط شويه اللي حطيناها في دور المجموعات دي، استنفرت اللعيبه. صح، واللعيبه بيبقوا عايزين حافز عشان يقولوا لا يا جماعه احنا لا احنا مش الشكل اللي انتوا شفتوه ده. هو ده محمد صلاح اللي قبل الثلاث ماتشات ولا طبعا ده النهارده؟ طبعا لا طبعا، وحتى الارقام تهيألي هتوضح الكلام. فانا اعتقد لا، حاجات كتيره خلت شكل المنتخب مختلف، ما زال عندنا بعض الاخطاء اللي ربما ما بتظهرش في حاله الفرحه، بس طبعا اكيد يعني اكيد عايزين هنتكلم عليها طبعا. وكمان اكيد لازم نتكلم يا كابتن اسلام، وفي وجهه نظري من النهارده لغايه يوم ليله ماتش الكاميرون اللي هي الخميس للاربع يعني لازم نبدا نركز ونضغط على موضوع مساحات والحكم، حكم الساحه وحكم. وحكم الفار، الثلاث حاجات دول لازم نضغط فيهم ونبقى مركزين. للامانه الاوضاع في الكاميرون والاخبار اللي بتيجي من ماتشات الكاميرون مش لطيفه. مهم هتكلم معاك فيها النهارده.